بالراس من نايف هزازي، عبد العزيز يلعبها الى مجرشي للخلف لعبد الله الشمري، طويله ممتازه من عبد الله الشمري الى وسام سويد، هذه خطيره، انطلاقه في الجهه اليسار، يلعب العرضيه خطيره، الله كارلوس ستراندبيرغ يفتتح التسجيل الحزم بلقطه رائعه جدا من لاعبي الحزم، الله 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 الله، هدف اول حزماوي من ستراندبيرغ، السويدي يسجل الهدف الاول، هدافهم هدافهم السويدي، هنا الانطلاقه الرائعه، لعبه بينيه، خروج الكره بشكل ممتاز، العرضيه المتقنه والتسديده التي كانت من كارلوس ستراندبيرغ، والتقدم لنادي الحزم، هدف اول حزماوي من السويدي، يسجل هدف الاول وهدف الحادي عشر في هذا الموسم، هداف ستراندبيرغ، كارلوس الهداف، والفرحه لادريس فتوحي، الفرحه بهدف اول للحزم. يلعب احمد الى بدر النخلي، يتقدم في المسانده الهجوميه، بدر النخلي يلعب الكره عند عبد الله اليوسف، عبد الله ممتازه اللقطه عند مدوين بتيجي، ممتاز المرور، العرضيه حاضره، واصله لكارلوس، الله الله، جول للعداله، هدف التعادل للعداله، كارلوس اندريا، هذا مكان كارلوس، هذا مكان كارلوس، حط كارلوس في 18 وهدف العدالة، هدف التعادل بشكل ممتاز، بحث العدالة من بداية الشوط الثاني، بحث عن هدف التعادل وأحرز كارلوس، الله يا مدوين، الله يا بتيجي، هذه تيجي يا بتيجي، هذه تيجي كارلوس، والهدف الثاني، لقطة رائعة، عرضية مميزة، وكارلوس أندريا بالتصويب، هدف لا يستطيع مع مليك حسلة أن يتصدى له، هدف العدالة، هدف التعادل، والعدالة يحرز هدف التعادل عن طريق هدافه كارلوس، كارلوس، كارلوس السويدي يحرز الهدف الأول للحزم، وكارلوس لسفاس، العدالة ضاغط، العدالة يبحث عن تسجيل الهدف الثاني، الكرة عند أدامة راوري، ممتازة إلى أحمد السلطان، هذه خطيرة، السلطان عرضية واصلة، رياض 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 رياض، جول ثاني للعدالة، هدف ثاني للعدالة، ما بحث عن العدالة من بداية الشوط الثاني، يحرز باستحقاق، يحرز بجدارة، عدالة، أبناء الحليلة يسجلون الهدف الثاني، الله عليك، أدامة يلعبها إلى أحمد السلطان، عرضية متقنة، قراءة رائعة، ترويض، تصويب، هدف ثاني، تقدم للعدالة، تقدم بشكل ممتاز، الله على الكنترول، الله على التصويبة، لا يستطيع معها مليك حزلة، تابع التصويب، تابع الركن، تابع التصويب، تغير اتجاهها، والكرة هدف ثاني للعدالة، هدف مستحق عطفا على مجريات الشوط الثاني، هنا اللقطة، الكنترول والتصويب، تغير اتجاهها، والكرة هدف ثاني لصالح العدالة، هدف ثاني يعزز فيه العدالة تفوق في الشوط الثاني، العدالة الذي كان